السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتكم قناة أجيال الأندلس. اشترك في القناة حتى تصلك كل جديد إن شاء الله، فعل الجرس عشان يوصلك إشعاراتنا دائما، واشترك معانا في قناتنا التانية أجيال الأندلس منوعات، وعندك كل ده هيبقى موجود على موقعنا الرسمي أجيال الأندلس دوت كوم، كل ده تحت الفيديو يا جماعة في الوصف. بعد ما خدنا طبعا أعزائي الطلبة وطلبات الصف الرابع الابتدائي، هنكمل سلسلة حلقاتنا عن منهج الدراسات الاجتماعية. بعد ما خدنا طبعا الدرس الاول اللي هو الزراعه وتربيه الحيوان وصيد الاسماك، الدرس الثاني عندنا التعدين والصناعه والتجاره، هنكمل بقيه الوحده الاولى عشان ننهيها خالص الترم الثاني السياحه. الدرس الثالث عندنا اللي هو الدرس السياحه. السياحه طبعا مصر غنيه جدا بجميع مصادر السياحه، سواء مقومات طبيعيه ومقومات بشريه، كل ما تتمناه موجود في مصر. يا رب دايما ارفع مصر عاليا واجعلها دايما بلد الامن والامان. مصر بلد سياحي بيجي لها الملايين من السياح، بيجي لها ملايين. طبعا الدرس ده تاخده تاني في خمسه ابتدائي، من كل انحاء العالم يا جماعه على مدار السنين كلها. يعني ايه سياحه اصلا؟ كلمه سياحه هو انتقال الفرد من مكان معين داخل او خارج وطن لاي غرض بقى، دي سياحه. يعني السياحه انتقال فرد، انت ابوك امك اي حد من العيله اي حد من اصحابك انتقل من مكان لمكان داخل البلد او خارج البلد لاغراض متعدده، مثلا عاوز يروح يعمل عمره، عاوز يحج، عاوز يسافر يتعلم بره، عاوز يتعلم في القاهره، يتعلم مثلا في اسكندريه، يتعلم في اسوان، دي سياحه زي الهجره كده. تمام، السياحه انتقال الفرد لزياره اماكن معينة داخل وطنه. عاوز يروح يشوف حاجة ويجي مؤتمر ويروح ويجي والكلام ده كله، ده سياحة. طب هنا بقى ليه السياح بيجوا مصر؟ غريب قوي، يعني السياح بيجوا مصر ليه؟ يعني ما شاء الله ده احنا نفسنا نروح أوروبا. بيجوا ليه بقى يا جماعة؟ عشان عندنا مقومات طبيعية ومقومات بشرية. عندنا إيه؟ مقومات طبيعية وبشرية. إيه هو الموقع الطبيعي يا سيدي؟ المقومات الطبيعية اللي هو مصر موقعها متميز بين الدول كلها، قلب العالم. طب ايه التاني؟ المناخ، مناخنا معتدل طول السنه. طب ايه كمان يا سيدي؟ عندك الطبيعه الخلابه، عندك الشواطئ. طب ايه كمان؟ انواع الرمال، العيون المائيه، الحاجات دي كلها اللي بتعالج كتير من الامراض زي عيون موسى. يعني المقومات الطبيعيه هي سبب مجيء السياح، وهو المقومات الطبيعيه لازم يكون معاها مقومات بشريه. فالمقومات الطبيعيه موقع مصر متميز، مناخ مصر معتدل، وجود المناظر الخلابه، وجود انواع من الرمال يستخدم ك علاج للروماتيزمات او علاج لكثير من الامراض. طب المقومات البشريه بقى، الاثار، عندك ثلث اثار العالم، بل ثلثي اثار العالم موجوده عندك الاقصر واسوان. عندك اثار كتير موجوده في مصر، اثار فرعونيه، اثار يونانيه، رومانيه، كل ما تتمناه، لان يعني ولاد الذين دول ما سابوناش. عندك الاثار زي المسرح الروماني، زي حصن بابليون، زي الكلام ده كله، زي معبد دندره، زي معبد ابو سمبل، زي معبد الكرنك، عد ايه ولا ايه ولا ايه، حاجات كتير يا اولاد، كتير جدا. طب ماشي، على كده في انواع للسياحه؟ طبعا. ازاي؟ يا مسياحه داخليه يا مسياحه خارجيه. طب ازاي يا سيدي؟ قول لي بقى كده. السياحه الداخليه هو انتقال الفرد لزياره مكان داخل وطنه. انا مثلا من دمياط اروح ازور القاهره، اروح الاهرامات، اروح محميه سالوجه في اسوان، اروح مثلا شرم الشيخ، اروح راس محمد في شرم الشيخ، الحاجات دي كلها. تمام، اروح اشتم الجميل في بورسعيد مثلا، الحاجات دي اسمها زياره داخليه، فالسياحه داخليه. اما السياحه الخارجيه اللي انا ازور مكان خارج وطني، اروح مثلا اعمل عمره ان شاء الله، او حج ان شاء الله، لو انتوا الجميع جميعا كل ده سياحه خارجيه، سياحه دينيه كمان يعني، او ازور اوروبا، او ازور الاماكن دي، سياحه خارجيه. طب اهميه السياح ايه؟ هي سياح مهمه، وبيجي لنا فلوس ازاي؟ ما هو السياح لما بيجي بيبقى معاه فلوس اللي هي الدولارات، فبيدخل يصرفها في مصر، او ياخد تذكره، او يعدي، او يروح بلد، او يركب مواصلات، او يشتري، او يعمل، دي سياحه مهمه. طب ازاي؟ بتساعد زياده الدخل. تاني حاجه بتوفر عملات اجنبيه، لان السياح هيخش بالدولار، باليورو، بالاسترليني، الحاجات دي كلها هتزود الدخل بتاعك، ويجي لك عملات من بره. طب رقم ثلاثه، فرص عمل للشباب كتير جدا، من الشباب يشتغلوا في السياح. كل الحاجات دي ما بتاثر يا اولاد، بتاثر على الدوله، بتاثر في الدوله، وتخلي الانتاج كتير والحاجات دي كلها. طيب احنا بقى واجبنا ايه؟ احنا واجبنا ايه؟ واجبنا نشتم السياح، نزعلهم،
نقعد نشخبط كده على الاثار، نعمل الاثار، نرمي زباله جنبها؟ لا، واجبنا احنا ان احنا لما نزور اماكن دي نحافظ على اماكن دي من التلوث. ما نرميش حاجه بقى، حتى لو بتاكل لب ما ترميش على الارض، في ايدك وارميه، او في منديل وارميه في الباسكت او في اي حته فيها صندوق زباله. تاني حاجه ما تشوهش الاثار بقى، لا بالرسم ولا بالكتابه ولا الحاجات دي كلها، بلاش بقى، احنا كبرنا بقى، بلاش بقى الشغل العيال الصغير ده، خلاص سنه رابعه انا كبرت. تالت حاجه معامله السياح معامله حسنه، اتصور معاهم ماشي بس ادب، تعامل معاهم كويس عشان السياح ده ما يروح البلد يقول لك والله ده انا كنت في مصر حصل كذا كذا كذا، فيبقى مبسوط فيجي تاني. شفت ولاد؟ حاجات بسيطه، حاجات سهله. طب الدوله بتعمل ايه عشان تنمي السياحه؟ طبعا الدوله كتر خيرها بتتعب، بتعمل ايه بقى؟ عمل قرى سياحيه، عمل فنادق، الكلام ده كله اهتمت بمناطق السياحيه، بتهتم بيها جدا، بتعملها تجميل الاماكن دي، بتوفر وسائل نقل مواصلات جميله، وسائل اتصالات، الانترنت، التليفونات، كل الكلام ده عشان السياح يطمن على اهله واهله يطمنوا عليه. بتوفر امن وامان، وده حاجه مهمه يا رب دايما مصر امن وامان ان شاء الله عشان يبقى مؤمن على حياته. خامس حاجه اللي انا بوعي المواطن باداب التعامل مع السياح، يبقى واحد شعل الكرة، اثنين اهتمام بالمناطق السياحيه الاثريه وتجميلها، توفير وسائل نقل المواصلات، ثلاثه والاتصالات، اربعه توفير الامن والامان، خمسه توعيه المواطن. عشان كده دي حاجات مهمه جدا. مش كده بقول لك مدينه الاقصر لوحدها يعني لوحدها كانت تلت اثار العالم، فنحافظ عليها، ده المتحف يعتبر متحف مفتوح، والدخل القومي ده مجموعه فلوس بتجيلك، مجموعه دخول بتحقق الانشطه الاقتصاديه كلها خلال سنه. كل الحاجات دي مهمة طبعا. فالدرس بتاع السياحة سهل وبسيط وسهل جدا جدا. أنا هسيب لك برضو أسئلة دلوقتي عشان تقدر تحلها. طبعا التنمية السياحية ده معلومة إسراء ما ذكرهاش، عاملها تهدف إلى جذب السياح وزيادة أعدادهم ومطور مناطق السياحة كلها. إيه الأسئلة اللي أنت هتحلها لي إن شاء الله؟ دي أسئلة أهي، حاول تركز فيها وتحلها وتبعتها لي. وده الجزء تاني اهوت، كل الحاجات دي هحطها لكم على موقع agialandalus.com ان شاء الله. وقف الفيديو وحل الاسئله، ولو في اي حاجه وقفت قدامك ابعتها لي. دي اسئله تاني على كل الوحده، خلي بالك كل الاسئله دي على كل الوحده. دي اسئله هتفيدك جدا ان انت تقدر تستوعب الدروس او الوحده كلها، الثلاث دروس اللي في الوحده، الوزراء وتربيه الحيوان والتعدين والصناعه والتجاره والسياحه. كل دي اسئله خلي بالك منها. وبرضه اقول لك على حاجه عشان ما تنسوش يا اولاد، ما تركزش على الارقام والنسب والتواريخ والحاجات دي كلها، ما تجيش في الامتحان. الحاجات دي ما تجيش في الامتحان، دي موجوده في كتاب عندك، افتح الكتاب هتلاقي موجوده عندك، انها الاستدلال فقط وليس للايه؟ وليس للامتحانات، استدلاليه فقط، استدلاليه. خلي بالك من دي وركز قوي، الارقام والنسب والكلام ده كله مش مطالب بيها خالص ان انت تذاكرها. اي حد يقول لك ذاكره، لا، افتح الكتاب هتلاقي عندك هذه الارقام الاستدلاليه فقط لا غير. ده كان درس السياحه، عرفنا يعني ايه سياحه، عرفنا سياحه داخليه وخارجيه، عرفنا ملخص كبير جدا عن السياحه سواء مقومات طبيعيه، مقومات بشريه، وعارف المقومات الطبيعيه زي الموقع وزي المناخ وزي المناظر الخلابه، اما البشريه تنوع ايه؟ الاثار. اهميه السياحه عندنا، بتوفر لنا الدخل القومي، بتوفر لنا عملات، بتوفر فرص عمل للشباب. خدنا واجبنا نحو السياحه ان احنا نحافظ على نظافه المكان، ان احنا عدم تشويه المناطق الاثريه، معامله السياح معامله ايه؟ حسنه، معامله السياح معامله ايه؟ حسنه. جهود الدولة بتوفر أمن وأمان للسياح، بتوفر أماكن القرى والفنادق، بتوفر وسائل نقل المواصلات، بتوعي الناس بأداب التعامل مع السياح. كل الحاجات دي سهلة وبسيطة. اشترك في قناتنا، قناة أجيال أندلس، فعل الجرس عشان يصلك كل إشعاراتنا أول بأول، واشترك في قناتنا التانية أجيال أندلس منوعات، وموقعنا الرسمي أجيال الأندلس. كان معكم أسامة رزق مؤسس أجيال الأندلس، أتمنى لكم التوفيق والنجاح إن شاء الله، وحل الأسئلة اللي أنا حطيتها لك دي، وأي حاجة تقف قدامك ابعتها لي، أنا في انتظارك في أي وقت.
في أمان الله. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.